أخبار اليوم. وخذ الصبي وأمه واهرب إلى مصر وكن هناك حتى أقول لك، لأن هيرودس مزمع أن يطلب الصبي منك. Take the child and his mother and go to the land of Israel. For those who were trying to take the child's life. معالي رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب وقداسة البابا تودروس الثاني بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إلى مجمع الأديان بمصر القديمة. الأول بداية برحب بمعالي دولة رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب وبالبابا قداسة البابا تودروس، الزملاء الأعزاء من معالي الوزراء الحاضرين معنا النهاردة، الإعلاميين وضيوفنا من كل الدول. عندنا 71 شخصية دولية بتحضر معنا هذه الاحتفالية الخاصة جدا لإطلاق منتج سياحي جديد هو مسار العائلة المقدسة في مصر. النهاردة في الاحتفالية دي ربنا مدي الإشارة دي من زمان، مثلا بلجوء السيد المسيح اهربوا على مصر واحتموا فيها، إذن أمن وأمان في مصر، السلام دايما في كل حياتنا، حياة المسلم والمسيحي، كل فرد من فروض الصلاة الخمس اليومية في حياة المسلم بينهيها بجملة السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. كمان في نهاية كل قداس إلهي راعي الكنيسة بيقول لشعبه امضوا بسلام، سلام الرب معكم، بس قبلها بيقول لهم جملة مهمة جدا، يا ملك السلام أعطينا سلامك، قرر لنا سلامك واغفر لينا خطايانا. اسمحوا لي ان انا انهي الموضوع معاكم واقول يا ملك السلام اعطينا سلامك، قرر لنا سلامك واحفظ لنا بلدنا وكل اللي بيزورها، احفظ لنا بلدنا رئيسا وجيشا وشعبا.